يو يو يو، كيفكم؟ شو اخباركم اصدقائي؟ من فتره وصلني دعوه لحضور مقابله ببرنامج صباح الخير يا عرب مع ساره. هلا انا استديوهات الام بي سي، طبعا انا متوتر كتير كتير كتير، متوتر كتير، خايف من الاسئله تكون هيك ثقيله وما اعرف جاوب عليها. ما بخفي عنكم انه كنت بتمنى انه يكون معي حدا من قرايبيني، من معارفي، من اصحابي، بس حدا يكون معي هيك يدعمني بما انه المقابله لايف وهيك، بس ما مشي الحال يكون معي حدا بسبب اجراءات كورونا. طول شوية ميك اب، زبطوا لي شعري شوي، وهنن كانوا بعدين بالحلقة وعم يعملوا مقابلة مع ضيف، وأنا كان دوري بعده. بعد 5 دقايق تبلش مقابلتي. المحتوى اللي بقدمه هو غالبا بيكون شبيه فيني، فكيف انا مثلا بكون بايام العاديه هيك بيكون محتوى، مثلا انا بكون ساركاستيك كوميدي، بحب التحدي، بيكون المحتوى يعني شبيه فيني. يعني شخصيتك عادة تسوي مقالب من صغرك؟ يعني محتوى عفوي، شو بيخطر لنا بنعمل. كيف بتميز نفسك؟ بصراحة هذا الموضوع بحاول أخليه للجمهور هو اللي يحكم فيه. لما بيكون في فيديو مثلا أو أكثر من سكتش، فيديو هذا 30 مليون 40 مليون بس على سكتش الواحد، أتوقع هذا يعني يعتبر تميز. كيف تأخذ التعليقات خاصة السلبية؟ يمكن بصراحة يعني ما بتعامل معه بشكل صح، بكل صراحة بحكي لك، خصوصا إنه نحنا انشهرنا بعمر صغير. بحب المتابعين، بعشق المتابعين، بس بكل صراحة بعزل حالي شوي عن الشهرة أو السوشيال ميديا. يعني بخلي في وسام وفي وسام تيكت. إيش الفرق بينهم؟ يعني وسام كشخص هيك، كشخص طبيعي بكون عايش حياتي روتينية طبيعية، على السوشيال ميديا بحاول إنه أصنع محتوى العالم تشوف المحتوى ما تشوف حياتي. قررت إنك تغني، كيف جات هذه الفكرة؟ هي من أنا وصغير عن طريق الصدفة سمعت أغنية لإمينيم، حبيتها وصرت كررها lose yourself. أوكي. صار عندي هوس بهذا المجال ولحد هذا اليوم. وقررت انك انت تغني وتخرج كمان الكليبات. صح، انا بخرجهم علشان احنا بكون في تنافس بيننا وبين رابر تانيين، بنعمل ديستراكس بين بعض. الجمهور بيصير في حماس بينهم انه فلان يقصدك باغنيه، ايش حيكون الرد؟ هل راح يكون الرد قوي؟ فانا بحاول اعمل العمل كامل. يعني من اخراج، من التصوير، من الكلمات، من كل شيء، علشان يكون التنافس كعمل فني، ما يصير التنافس انه مين بيجيب شركه انتاج تعمل له عمل اضخم، لا، يكون مين بيقدم ابداع وفن. حلو، طيب خلينا نشوف مقطع للأغنية ونرجع نتكلم. أوكي. تمام. اللي بيني وبينك كان هو جسر، وانت قطعته مبروك صاحب الغدر. بكرة بتنسى بتتذكرنا وقت موتك، ساعتها خلي المصالح هي اللي تحمل تابوتك. بياع وشاطر بسوق الأصحاب، لأنك بعد كل شي بيننا مبروك ندق الباب افتاح. مالك مطول وانت فهمتها تهديد، الوقفة والصحبة الصح بدها قلوب من حديد. وانت بعدك قلبك طاري لساتك مالك معاشر، بعزرك سنك صغير خيباتك بس أكبر منك. بنصحك بعد لبعيد، عبي الكرامة بكياس، فرج وتعلم منيح المراجل كيف بتنقاس. كان بدك تعليم رجاع ونحن ما بننساك، بنعلمك فيك بنهتم للناس تشوفك. شي اللي صار كان من أحلى الشغلات اللي صارت معي بالمقابلة، إنه هي حكت لي إنه سمعت الأغنية أكثر من مرة، فأنا حسيت إنه هي مش بس عم تسمعها عشان تعرف أكثر عن الضيف، حسيت إنه هي فعلاً مهتمة وعم تسأل عن تفاصيل الأغنية وسمعتها أكثر من مرة وحبتها، فهذا الشيء كنت كتير فخور فيه. صراحة يعني أنا حبيتها كثير. كثير بحبها عن جد، أنا كثير بحبها. بس تعرف لما يعني سمعت الأغنية كذا مرة وتفرجت الفيديو، ما أعرف ليه حسيت وسام قلبه مكسور. هل قلبك مكسور؟ لا أنا قلبي طيب. لا مش مكسور. لا يعني حسيت إنه في هذا الفيديو في أحد أذاك وأنت متضايق منه، فبتحس إنك صح، أنا بفرغ عن مشاعرك. هي الأغنية بتحكي عن 3 قصص صارت معي، بكل يعني كل فيرس بيحكي عن قصة، بس أنا بفرغ هي المشاعر، بفرغ هي الأشياء عن طريق الراب. طب هل نقدر نعرف مين ولا؟ لا أنا لو كان بدي أحكي مين كنت حكيت بالأغنية، فأنا بسويها علشان أحكي عن الموضوع مش عشان أقول مين هذا الشخص. لا يعني مش ما هو مهم. فضيحة أكتر من هو تفريد. لا مش مهم، قصة صارت معي بغض النظر عن التفاصيل. تكلمت كمان من الأغاني عن الكرامة. الكرامة يمكن هذه الأيام شوية كلمة ضائعة، خاصة في عالم يمكن السوشيال ميديا، خلينا نقول
انت بالنسبه لك ايش تعني لك الكرامه وسام؟ الكرامه كمان ذكرت بهي الاغنيه. انا اخذت كل شيء من اغنيك على فكره، ما بيجي شيء جديد. صاحب او نعتبره صديق عابر، صار في كثير مواقف سيئه بيننا، فبحكي له بهي الاغنيه انه اذا كانت مشكلتك كرامه انه تعال خذ الكرامه بكياس، لانه كثير عنا منها، تعال خذ ما في مشكله، انه اذا هي المشكله. والصديق العابر هدول كثار في حياتك وسام؟ كثار، خصوصي بعد الشهره بكل صراحه بحكي لك. وكثير صعب انك تحصلي صاحب بالغربة، نحن لأنه عايشين مش بدولة عربية. احنا سألنا المشاهدين، طبعا ما شاء الله عندك جمهور كبير وسام، جاتنا أسئلة مرة كثير من اللي دائما يتابعونا، واحنا يعني حاولنا نختصر ونجيب ثلاثة أسئلة من عشان نسألك إياها. أوكي. أوكي، أول سؤال طبعا هذا من المتابعين، يقول لك هل حتستقر في دبي؟ ممكن أنا، لأنه حكيت لك أنه الصراحة التنافس اللي كان يصير بيننا هو كان الحافز. الشهرة حلوة والفلوس حلوة، بس أبدا ما كانت هي الحافز. الحافز دائما كان هو التنافس اللي يصير. الناس اللي كنا نتنافس معهم طلعوا من هذا المجال، راحوا من الميديا، وراح تقريبا الشغف معهم. نقدر نقول أنه حتنضم تنضم للجروب اليوتيوبرز اللي موجودين هنا؟ ممكن. أوكي، السؤال الثاني، لو عرضوا عليك التمثيل هل توافق؟ توافق. حلو. السؤال الثالث، متى راح تتزوج؟ أنا ما خصني. من المتابعين صح؟ من المتابعين. هلا أنا ما بآمن بالزواج التقليدي. أي. فبيكون زواج عن حب، بالتالي شيء لحاله راح يجي، فما بعرف. حتاخذ وقتك. لحاله بيصير. صح؟ لحاله. جاب منطقة. طيب وسام، إحنا عرفنا إنه والدتك هي متابعة كبيرة للبرنامج. صح. حبينا نسلم عليها ونكلمها ونصبح عليها. صباح الخير يا أم وسام. صباح النور. يا صباح الورد. يا أهلاً وسهلاً فيك. صباح النور. يا صباح الورد. أول شيء كل عام وأنت بخير، وإيش الولد اللذيذ الظريف اللي جبتي لنا إياه؟ طبعاً. من سوريا، من أيام اللي كنا بسوريا بتابعكم. يعني أم وسام تابعينا إحنا أكثر ولا فيديوهات وسام؟ لا فيديوهات بتشوفهم. كل واحد باللحظة اللي بينزل. شيء إلى وقته. طيب تحب المقالب اللي بيسويها وسام؟ بحب المقالب، كثير لذيذ. تحب توجه الرسالة لوسام؟ تحب تقولي له شيء؟ إنه الله يخلي لي إياه ويستمر، والله يوفقه، وإن شاء الله هيك العام وأنت بخير جميعاً. وأنت بخير وبصحة وسلامة، والله يوفقكم، والله يوفقك يا وسام ويخلي لك هذه الأمة الجميلة اللذيذة. وسام، بس احنا سمعنا عندك تحدي راب هنا في دبي، خبرنا عنه بليز. لا هو نفس الفكره اللي حكيت لك اياها، انه جاي احاول ادور تنافس جديد علشان يرجع الحافز ويرجع الجو القديم. استهدفت احد معين دحين وتواصلت مع احد ولا لسه؟ لا لسه نكلم لك هم. طيب احنا اصحابنا هنا موجودين. اوكي مو غلط. ها ممكن مو غلط، بنجرب. نور ستار ممكن. انس وصاله اصحاب البرنامج من زمان. انا الصديق من قبل. فممكن احنا نشوف التعامل هذا، يعني في نشوف تعاون معاكم. صح ممكن مو غلط. وسام احنا تشرفنا بوجودك معانا وانا بالاكثر والله، ونتمنى لك كل التوفيق. كثير عالم تحكي لي انه انت ليش كنت خجول بالمقابله، ليش هيك؟ صدقوني لما تكون بالشيء بتكون شيء كثير صعب لما تشوفه انت من برا. ايه سهله عادي، شو سالوك سؤال جاوب يا زلمه. لا قلب الشغله وضع مختلف. كيف كنت؟ سيري منيح.